أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قرارين بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 ولائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 77 لسنة 2013. وتأتي هذه التعديلات في إطار برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 لتطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء وفق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين ومنهجية عملية متمثلة في نظام إدارة الأداء الوظيفي أداء والذي يعمل على ربط برامج الحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بالأداء الفردي وذلك في إطار الاهتمام بالتنمية الشاملة وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري. وتعتبر هذه التعديلات تنفيذا لرؤية مملكة البحرين والاستراتيجية الحكومية بتقديم خدمات عالية المستوى في الخدمة المدنية من خلال إيجاد كفاءات وطنية جديرة بأداء حكومي متميز تعتمد على الأداء وصولا لرفع إنتاجية الأفراد في القطاع الحكومي بما ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية القطاع العام بالمملكة.